كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والدنيا كلها طيبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. الحقيقة أنا بتستوقفني في السيرة النبوية مشهد واحد غريب قوي، والمشهد ده معرفش وانت وأنا بستعرض السيرة النبوية المشهد ده وقفت عنده كتير قوي، يمكن لأنه شبه حالتي. ما من نبي أو أغلب الأنبياء اتكتب عليهم أنهم يخرجوا. موسى عليه السلام خرج، عيسى عليه السلام خرج، سيدنا محمد خرج، وهكذا. في مشهد خروج النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا للمدينة، كانت المدينة المنورة أرض جدباء وكان فيها فيروس أو حمى منتشرة. فلما وصلوا المدينة أبو بكر رضي الله عنه جات له حمى، وبلال رضي الله عنه جات له حمى، وكانت الحمى اللي بتجيلهم بتجيلهم بنوبات وتروح وتيجي، وكانوا لما يفوقوا يعني يبكوا على إنه الموت قريب قوي وهكذا. لكن رد فعل كل واحد فيهم اتصدموا، حتى السيدة عائشة نفسها اتصدمت من المدينة. الفرق بين مكة والمدينة، مكة الجميلة اللي فيها حركة وفيها جو كويس، إلى المدينة الجدباء اللي كان بالصدفة فيها وباء منتشر. فبتقول السيرة إنه بلال رضي الله عنه تمنى الرجوع إلى مكة، إلى وطنه على عادة الغرباء، والتمني ده قلب عنده بنوع من الغضب، فدعا وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، ودول كانوا كبار الكفار اللي أخرجوا النبي وصحبته، اللهم اخرجهم وابعدهم من رحمتك كما أبعدونا وأخرجونا من أرض مكة إلى أرض المدينة المليئة بالوباء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عايش نفس المأساة، خرج من مكة اللي بيحبها إلى المدينة الجدباء واللي فيها وباء، قال حاجة غريبة قوي، ودي تليق بنبي، يعني أنا مع سيدنا بلال، أنا يعني كتير قوي أدعي على السيسي ومن والاه اللي أخرجونا من بلادنا، وأقول دايما اللهم لعن السيسي ومن والاه وقادته سواء في الجيش أو الشرطة اللي أخرجونا من مصر. لكن النبي ما قالش كده، النبي قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد من حبنا لمكة، اللهم بارك لنا مش عارف في صاعها ومداها، وصحح لنا المدينة من الأمراض، وإنه دعا إن الحمى تنقل إلى حتة اسمها الجحفة. فأنا قعدت أتخيل، شوف سلوك النبي، يعني المتعارف عليه إنه بلال، أنا مع بلال، مع سيدنا بلال رضي الله عنه، يعني إن الواحد غضبه يخليه يلعن اللي كان السبب في خروجه من منطقة إلى منطقة. إنما النبي يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. التاريخ بيقول إن النبي فتح مكة بعد كده، ولكنه استقر في المدينة ودفن في المدينة. فأنا مع سيدنا بلال، بدعي على السبب أو اللي كان سبب في خروجنا من مصر، ولكني طبعا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم حبب لنا البلد دي كحبنا لمصر. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيطنة الربيع العربي واحدة من أشرس الحملات المستمرة من 2011 والحد الآن، until now، 13 سنة في حملة شارك فيها كل حاجة،
شاركت فيها دول بقادتها بمسؤوليها بإعلامها بأجهزة مخابراتها، اتصرف فيها مليارات على الصحف والقنوات التلفزيونية وتصريحات وتمويلات بالمليارات، إعلاميين، سياسيين، بلطجية، مشايخ، أسسة، كله معارك شارك فيها الجميع وتوظف فيها كل عزيز وخسيس بهدف واحد، هو قتل الربيع العربي وتوصيل الناس لحالة من اليأس منه والاستسلام للأشكال دي باعتبار أن الأشكال دي هي الأمن والاستقرار. آخر محاولات الشيطانة دي كانت في تصريحات وزير الخارجية السوري أثناء زيارته لمصر لما قال أن الربيع العربي هو ربيع أسود. الغريبة بقى أن مصطفى أبو البكري اللي كان في ميدان التحرير أمن على كلامه. يعني وأنت في القاهرة أنا أسألك عن أسس التنسيق ما بين القاهرة ودمشق فيما يتعلق سواء بالعلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بقضايا الوضع العربي الراهن. شكرا على هذه المقدمة، وأنا سعيد بأن ألتقي بكم، سعيد بأن ألتقي بإعلامي عربي معروف بمواقفه المبدئية ودفاعه الذي لا يلين عن قضايا الأمة العربية. أما فيما يتعلق بالعلاقات السورية المصرية فهي علاقات في ضمير وفي قلب كل إنسان عربي، في كل إنسان ضمير كل إنسان سوري وفي ضمير كل إنسان مصري. قبل فترة في العام الماضي كنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وانطلقت بتاكسي في نيويورك لأكتشف أنه يقودها مصري، وعندما وجد أنني سوري رفض أن يأخذ مني أجر التاكسي وقال ده عيب ولا يجوز. فطبعا قبلت منه هذه المحبة وقلت أن كل مواطن مصري لديه هذا الشعور العميق وكل مواطن سوري لديه هذا الشعور العميق، نحن لم نكن واحد فقط في الصمود الأسطوري هو الذي يمكن بالفعل من خلاله حماية الدولة وحماية مؤسساتها. الحالة السورية ليست غريبة، عشنا مع سوريا منذ مارس 2011 وهي تخوض حربا ضد الإرهاب، ضد التآمر، ضد تفكيك الوطن، ضد أحداث انهيار في الجيش العربي السوري. ونجحت سوريا وتبنت العديد من الدول عودة سوريا إلى مقعد الجامعة العربية، وذهب الرئيس بشار ليلقي خطابا في قمة جدة واستقبل من الأشقاء العرب ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال الأخوة أبناء المصير الواحد. تمضي الأيام، تتحقق الانتصارات، تتراجع قوى الإرهاب، ولكن يبقى دوما الدرس والعظة والعبرة. لذلك الشعب المصري واعي ومدرك ويفهم تماما معنى هذه الحرب الممنهجة ضد الدولة، ضد الجيش، ضد الشرطة، ضد القيادة السياسية. بالجزمة درش، كلامك يداس عليه بالجزمة لأنه كذب. ده مصطفى بكري اللي كان ملعلع في ميدان التحرير، ده مصطفى بكري اللي رافع شعار على كل لون يا باتيستا. باتيستا دي كانت قماش زمان، تلاقي أي ألوان للباتيستا. مصطفى بكري أكل على جميع الموائد، رجل عايش على كده زي اللي بلاب كده. الربيع العربي الحقيقة اللي بدأ من تونس وانتشر في سوريا ومصر وليبيا واليمن ووصلت رياح التغيير بتاعته لدول عربية تانية زي الأردن والعراق والمغرب والسودان وغيرها، تعرض لحملات شرسة تشويه بل إنه اتسرق، زي ما حصل في مصر عبر مقلب عبد الفتاح السيسي وفي تونس عبر مقلب المرشح قيس سعيد اللي وصل الانتخابات زي الأيام دي في 2019 في ذكرى الانتخابات التونسية. طب نبحث عن رئيس كفء يخاف تونس وليس على مصالحه. كلام بقى، كلام من المنقي بقى. قيس اللي حكم بالحديد والنار والديكتاتورية 5 سنين، حل في ال5 سنين البرلمان وسيطر على القضاء وتلاعب بالقانون والدستور، بل إنه اعتقل منافسيه. في النهاية الشعب التونسي سمعوا صوته، خرجت مظاهرات ضخمة جدا تطالب برحيله،
تعال نشوف المظاهرات دي بدأت من فين ومين اللي دعا ليها وسبب الدعوة. اتفضل. مظاهرات بمشاركة آلاف الأشخاص، ماذا يحدث في تونس؟ الجهة الداعية للمظاهرة دعت للمظاهرات الشبكة التونسية للحقوق والحريات، ودي بتضم أحزاب يسارية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني، دعت لعودة الديمقراطيات أو الديمقراطية والتصدي لانحراف السلطة ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية جات المظاهرة أو المظاهرات قبل ساعات من الانطلاق الرسمي لحملة الانتخابات. حصل اعتقالات في صفوف النهضة، ودي اللي أعلنته حركة النهضة عن اعتقال عشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد. ندلت الحركة بما يتعرض أعضاؤها من اعتقالات تعسفية. المظاهرات رجعت تاني أو رجعت لنا تاني أجواء الثورة ضد زين العابدين، لما حصلت هتافات ثورية جامدة جدا في البلد ضد القمع والاستبداد. لكن النغمة المرادي كانت جالك الدور، جاك الدور يا قيس يا ديكتاتور، أو الشعب يريد إسقاط النظام، أو لا خوف ولا رعب، الشارع ملك الشعب، أو الشارع ملك الشعب. حلوة، عجبتني النغمة، جاك الدور، جاك الدور يا سعيد يا ديكتاتور. نشوف الصور دي لجزء أولي من المظاهرات، صور بيوفط زي ما أنتوا شايفين كده، وخرج الشعب التونسي الحقيقة عن صمته اللي استمر 5 سنين تقريبا، 5 سنين وهو ساكت على سعيد واللي بيعمله سعيد، على أمل، على تونس لا تريد ديكتاتور. 3، سيب ثانية، سيب مريم، سيب شريفة، سيب سعدية، سيب عبير. لا عبير إيه بقى؟ هايلة البلاد قمع واستبداد، ده اللي أنا عارف أقراه من اليوفط. هايلة البلاد ده اللي أنا أقدر أقراه وترجمه، يعني لأن أنا في حاجات ممكن ما تبقاش يعني بالمئة مئة معايا. هايلة البلاد قمع واستبداد، الشعب التونسي نزل كله، صلاحيات فرعون، إنجازات فكرون، وإيه؟ وين السكر؟ وين الزيت؟ وين الحرية؟ وين الديمقراطية؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة يا بيه، مفيش حاجة يا بيه. مواطن تونسي هتف ضد القيس سعيد وهتف ضد الدرون، نسمع كده. المظاهرات الضخمة دي قادتها نخبة مثقفة من مختلف التيارات، زي ما قلنا دعت إليها كمان قيادات النخبة دي، وقادوها النخبة لكن كان وراهم شعب تونسي. شوف الفيديوهات دي، نخبة من أساتذة القانون وأحزاب في المظاهرات بتدعو للمقاومة. السيرة هذه هي تحريمان إزاء ما يجري من إيقافات، من يعني مسار انتخابي يفتقر إلى الشروط الدنيا. المفروض راهي حملة انتخابية وراهو حملة انتخابات تنافسية ونتجه إلى انتخابات حرة ونزيهة ومشرفة، فإذا بلا القبضة النظام تشد من إيقافات. البارح سمعنا تقريبا عشرات من حركة النهضة تم إيقافهم، وأعتقد أن هذه بداية مسيرة يجب أن نبني عليها، وأعتقد أن دخلنا اليوم مرحلة المقاومة لهذه المنظومة. لولا كون ظهور الشباب الكبير واللي معناها كان بارز في المسيرة وعدد كبير من حضور الشباب ينم على هالجسم الحيوي اللي قيل فيه الكثير بكونه غير ملتمس. أنا العام اليوم الحضور الكبير للشباب يفند ما سبقه وتم ذكره أو تم إشارة ليه، الشباب مهتم. المؤشر الثاني هو العدد الكبير للمسيرة، خاصة أنه قبل يوم من انطلاق الحملة الانتخابية، هذا يؤكد بكونه الغضب معناها منتشر عند أوساط واسعة من المجتمع التونسي من عدة أطياف ومن عدة خلافات، بالرغم كون الدعوة للمسيرة جاءت من الشبكة التونسية للحقوق والحريات. خاصة احنا كنا في الحملة النسوية، الضغط في الصراع على جميع النساء على تقليل البشر.
الصحفي والسياسي المصري هشام عاصم اتكلم عن مظاهرات انها صحوه ضد اكبر مقلب شربته الشعوب العربيه، وكتب قال انه تونس تتحرك اخيرا. انا شخصيا رايي ان قيس سعيد ده ثاني اكبر مقلب في السياسه العربيه بعد احمد ابو الغيط. بجد استاذ هاشم تقصد احمد ابو الغيط؟ بجد تقصد فعلا احمد ابو الغيط ده المقلب الاولاني؟ بجد اصل احمد ابو الغيط لا بيهش ولا بينش، والجامعه العربيه بيربوا فيها كتاكيت وفراخ وبط يعني بكيني وحاجات كده يعني، فما ملهاش لازمه. انت تقصد فعلا احمد ابو الغيط؟ لا، اصل بيعمل ايه احمد ابو الغيط؟ ولا تقصد اللي انا اقصده الجعر؟ اسباب الغضب ضد قيس سعيد معروفه، وهي خليط بين الدكتاتوريه والقمع وتحوله الى شبيه لبن علي، بدايه من الانتخابات اللي تم الاطاحه بالمرشحين فيها اللي كانوا هيبقوا ضد قيس سعيد، رغم احكام المحكمه اللي طالبت بعوده المستبعدين. خلينا نشوف اخبار المستبعدين. الحمله الانتخابيه الخاصه بانتخابات الرئاسيه داخل تونس تنطلق غدا السبت 14 سبتمبر وتدوم 21 يوم. يشار الى ان هذه الحمله مقصي منها المرشحين المقبولين نهائيا بحكم المحكمه الاداريه، وهم منذر زنيدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، بعد رفض هيئه الانتخابات تنفيذ هذه الاحكام الباته. كما تنطلق الحمله في ظل صدور 5 بطاقات ايداع بالسجن ضد المرشح للانتخابات الرئاسيه عياشي زمال. خلينا نشوف المستبعدين مين اللي المحكمه طلبت بعودتهم لكن هيئه الانتخابات التونسيه ما رضتش ترجعهم. المغزاوي في بياني الانتخابي اجعله من يوم 6 اكتوبر 24 لحظة انطلاق لتتجاوز زمن الخيبات والانحراف والشروع في بناء تونس أخرى أفضل على جميع المستويات، وجعلوه تاريخا للعبور نحو دولة المواطنة دولة الشعب. ده المرشح المغزاوي. المرشح الانتخابي الرئاسي منذر زنيدي يعلن تمسكه بترشحه بعد صدور قرار آخر من المحكمة الإدارية يلزم هيئة الانتخابات ضم اسمه مع المرشحين، ويدعو التونسيين إلى التمسك بإرادة التغيير وكسر حاجز الخوف، ويحمل مسؤولية عدم احترام القانون لهيئة الانتخابات. يشار إلى أن عماد الدايمي برضه تم تثبيت ترشحه بحكم محكمة بات من المحكمة الإدارية الذي أسقط قرار هيئة الانتخابات برفض الترشيح. بيقول يطلق حملة انتخابية تحت شعار من أجل إعادة بناء مستقبل تونس. أما المرشح الأستاذ ده صادر ضده 5 بطاقات إيداع، يعني 5 أحكام بتهم التزوير توكيلات. المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال يدعو في رسالة إلى الشعب التونسي وإلى إنصاره من داخل سجنه إلى المشاركة في حملته الانتخابية تحت شعار تقلبوا الصفحة. ده نفس قصة مصر بالظبط. مهزلة اتكلم عنها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. خلينا نشوف قال ايه السيد المنصف المرزوقي. قال: لم اعرف في حياتي السياسيه مشهدا مزريا كالذي تقدمه بلادنا اقل من 3 اسابيع على انتخابات رئاسيه مزعومه، لذلك حتى لا يزداد الوضع سخافه وقد اصبحنا مسخره الشعوب بعد ان كنا مفخرتها، اقترح على السيد معسكر ان يصرح ان الهيئه العليا للانتخابات توفير الوقت يصرحها يعني والجهد والمال تعلن فوز السيد قيس سعيد في الانتخابات التي لا فائدة من إجرائها بنسبة 94% أسوى بأخيه السيد تبون. الأستاذ المنصف المرزوقي بيشير على الشعب الجزائري اللي سكت على تبون اللي فاز ب 94% ومش عاجبه وطعن في النتيجة. قيس سعيد كان عايز يمضي على نهج أخيه من الجزائر عبد المجيد تبون وياخد ال 94 او على الاقل 90، لكن يبدو ان الشعب الجزائري او الشعب التونسي غير الشعب الجزائري. الشعب التونسي انتفض وقال له جاك الدور جاك الدور يا سعيد يا ديكتاتور، انما الشعب الجزائري زي اخوه الشعب المصري اكتفى بانه يتفرج على الانتخابات بس. المحامين انتقدوا تدخل السلطه التنفيذيه في القضاء زي كده. 50 محاميا تونسيا في عريضه مفتوحه: نعتبر أن تأديب القضاء لا يمكن أن يتم إلا من قبل مجلس قضاء شرعي، ولا يمكن أن تتولى هذه الصلاحية السلطة التنفيذية. نعتبر أن غلق مكاتب القضاء وإعفائهم بقرار سياسي
نقلتهم بمذكرات عمل سمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على القضاء وتطويعه لتصفية الحسابات السياسية وترهيب المواطنين. نعتبر أن الضغط المسلط على القضاء ورغم خطورته وشدته التي فاقت كل الفترات السابقة لا يمكن أن يقبل بحال كعذر للزج بالأبرياء في السجون وحرمان المواطنين من حقهم في محاكمات عادلة وتفضيل قضاة لسلامتهم على سلامة مواطنيهم. نموذج بن علي اللي بتردله الروح من جديد ما كانش مجرد كلام ولا مجرد عنوان أطلقته صحيفة لوموند الفرنسية على اللي بيحصل في تونس. قالت قيس سعيد يتحول إلى بن علي: والله سأتعقبهم حيثما كانوا، فوق الأرض، في البحر، تحت الأرض، في السماء. القمع الذي يمارسه الرئيس التونسي قيس سعيد المنتهية ولايته قبل أسابيع قليلة من السباق الرئاسي يؤكد إصراره على نهجه المستبد. بحسب صحيفة لوموند الفرنسية، سعيد ما هو إلا بن علي جديد. ليكن الجميع واثقا أنه لا مجال. الزعيم المنقلب على أهداف الثورة يعود إلى ديكتاتورية نظام بن علي البائد بقمع المعارضين والنشطاء السياسيين والاعتقال التعسفي لشخصيات مهمة باتهامات مفبركة. أصبح الخوف من العودة العنيفة إلى نظام استبدادي شبيه بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حقيقية، لأن أوجه التشابه بين الرئيسين تتضح بشكل متزايد للعديد من التونسيين والمراقبين الدوليين، وذلك من حيث تركيز السلطة في يد الرئيس والإجراءات القمعية ضد المعارضة والهجمات على حرية الصحافة. سلطات قيس سعيد لم توفر أحدا من القمع والتنكيل، فالمرشحون للرئاسة والصحفيون والمحامون ورؤساء الأحزاب وأعضاء المنظمات غير الحكومية يتعرضون جميعا لتكميم الأفواه والتهديد بالاعتقال وحملات التشهير بعد أن كانوا رموزا للروح بلاها حرية، مش مهم الحرية، إنما المهم تلبية مطالب الإنسان، احتياجاته الأساسية. وكان ده السبب اللي فشل النظام الاستبدادي في تلبية في تحقيقه، تلبية احتياجات المواطن البسيط اللي حس إنه لبس في حيطة سد، زي ما بنسمع المواطن التونسي ده وهو بيشتكي الحال: يا سي قيس سعيد، راهي البلاد راهي ماشي وتدخل في حيط، راك لا زدت ولا نقصت، راهي نفس العيشة ونفس الحكاية، راني واحد من الناس، انا كمواطن ما شفت شيء وما زادني شيء وما نقص لي حتى شيء. كان مش تحكي لي على العيشة نفس العيشة، كان مش تحكي لي على الغلاء ماشي ويطلع، كان مش تحكي لي على السكر وعلى الزيت وعلى الواحد نفس الحكاية، ما فهميش. راهي فما بلاصة اسمها العامرة، راهي تابعة ولاية صفاقس، راهي عباد اللي هنا، راهي عباد تستغيث، راهي عباد تنوح، راهي عباد قاعدين يغتصبوا فيها يوميا، راهي عباد قاعدين يفكلهم في ديارهم، راهي عباد قاعدين يفكلهم في وتيانهم، راهي عباد قاعدين يفكلهم في زيتونهم. راهو قهر، راهو ذل، راهو قمع. يا سي قيس سعيد، ما تخليش الشعب التونسي اللي يهيج ويدخل في حيط، رانا يوميا قاعدين نشوفوا في فضايح، راهو ما يتسكتش عليها. تي ما شفنا شيء يا ولدي، الغلاء وقاعد يطلع، ما فما شيء، مواد البناء وقاعده نفسها تطلع، ما شفنا شيء. الفائده توري لي فلان الفلاني شديته صاحب شركات، يومين يومين وانا صاحب شركات، انا يا زوالي، انا يا مواطن نحب ناكل، انا نحب الماكله ترخص باش نجم نعيش وذراريا، نحب نبني، نحب نعرس، نحب نجيب امراه، نحب نعمل دارك الناس، هاني ما نجمتش. راهي فما عبيد انسى تستغيث، راهي العامره بالعه، وين الحك؟ هو الحكم التونسي والزعيم يركب علينا نحن اكهو. على فكره بالذكاء الاصطناعي ممكن تحول الكلام ده لمصري عادي، يعني لان نفس الكلام بتاع المصريين. الخلاصه يا حضرات، عشرات المليارات والاف الخطط والادوات من سياسيين واعلاميين ونخب فاسده فشلت انها تموت الربيع. ممكن تكون اجلته شويه، لكن اكيد الربيع لسه حي، بدا من تونس ووصل شرارته لمصر وبيرجع تاني من تونس. تونس اللي بتأكد من تاني ان التغيير مش هيجي غير من الشعوب، الشعوب بس هي اللي تقدر تاخد حقها بيديها. او زي ما قال الشاعر الكبير ابو القاسم الشابي: اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. لكن يفضل سؤال بقى، هل الوضع في مصر أحسن؟ هل مصر مش زي تونس؟ هل الشعب المصري
هياخد النموذج الجزائري بتاع ال 94% بتاعت عبد المجيد تبون، ولا هيتحرك وياخد النموذج التونسي؟ وعلى فكرة الثلاث شعوب حالتهم نيلة، سواء الجزائر أو تونس أو مصر، بس أنت عندك اختيارين، أما تعمل زي الجزائر كده وتبقى 94% زي الحلاوة معلم وميت فل وعشرة وتعشت على كده ونكمل مع بعض، أو تعمل زي الشعب التونسي وتخرج تصرخ، بس تصرخ وتقول آه بس، وده اللي عمله الشعب التونسي. دلوقتي الكرة في ملعبك أنت، تاخد النموذج الجزائري أبو 94% ولا تاخد النموذج التونسي؟ جاك الدور، جاك الدور يا سعيد يا دكتاتور، اختار أنت يا معلم، لأن في مصر المشهد ما يقلش رداءة عن تونس أو الجزائر.